يسعد صباحكم عن جديد. اليوم عم نساوي كبة مع صوص بندورة. هنقول المقادير مع بعض. أنا كاستين برغل وكاستين مي سخنين، أنا نقعتهم مع بعض، بدون ربع ساعة يكونوا ضلوا منقوعين بالشكل هذا، بصيروا قطرة طراية. وعنا كاس طحين، عنا بيضة، عنا معلقتين رب البندورة، معلقتين دبسة فليفلة، عنا ملح، عنا بابريكا، عنا فلفل أسود، وعنا كمون. هي بالنسبة للكبة. بالنسبة للصوص اللي حنساويه تبع الكبة، عنا زيت زيتون، عنا توم، عنا كمان معلقتين رب البندورة ومعلقتين دبسة فليفلة، وعنا بالنسبة للبهارات عنا كزبرة يابسة، عنا ملح، عنا فلفل أبيض، وعنا بابريكا، وأكيد عنا بندورة مفرومة على الخلاط، مقشرة ومفرومة على الخلاط. هلا حنبلش أول شيء نبلش بالمقادير تبع الكبة وشلون نشوف شو بدنا نساويها. حنبلش أول شيء بالطحين، نخلطهم على دفعات. هلا طبعا الطحين تابع لنوع الطحين ونوع البرغل، كميه الغب تبع اللي بغبى البرغل، عشان هيك شوي شوي بنحط الطحين. نحن هلا عندنا البرغل مثل ما قلنا عم نحط له الطحين، وبنضل بنخلطه شوي. هاستخدم تقريبا 3 ارباع الكميه انا. هيك بالشكل هاد بنحاول نخلطهم قدر المستطاع. هلا بنحاول احيانا نضطر نستخدم الايد شوي عشان ينعجن مزبوط البرغل مع الطحين. بالشكل هاد هلا هيك تمام صارت. نبلش نحط البيضة، نحاول نخلطها رأسا على السريع لأنه البرغل سخن شوي، ونحط رب البندورة. انا هون عم بضطر انه استخدم ايدي كرمال انه اقدر اعجن بايدي كل شيء، تتجانس النكهات كلياتها مع بعضها. طبعا نحن هون حنسلقها بشويه مي، انا حاطط مي على النار لنسلقهم، بعدين بنحطهم بننزلهم بالصوص. طبعا حنشوف شلون كل هالخطوات حنشوفها مع بعض كلياتنا. هلا حنحط دبس الفليفله. طبعا دبس الفليفله ممكن تستخدمه ست البيت حلو، ممكن تستخدمه حد على هوا رغبه ست البيت. طبعا هلا حنبلش نحن نحط البهارات. حنبلش نضيف اول شيء الملح، نضيف البابريكا، نضيف الفلفل الاسود والكمون. نبلش نخلطهم منيح. هنا هيك عم بيخلطوا كلياتهم طبعا مع بعض. بلشت ريحة الكمون والفلفل والملح بلشت تطلع تظهر مع الفليفلة ورب البندورة. طبعا بدنا نكون كثير العجن كثير مزبوط عشان مثل ما قلنا تتجانس كل المكونات مع بعضها. هلا نحن هون بدنا نتركهم تقريبا شي 10 دقائق او ربع ساعه ليغبوا كل النكهات، بس حورجيكم شلون حنساوي اول طابه واحده بس على القليله. يعني مجرد نحن بنساوي هالشي هاد هيك، لانه انا بدي اساويه انا تحت بين الفقرتين، حساويهم وجهزهم بهالشكل هاد. بنحطهم بهالشكل هاد وبنضغطها هالضغطه هي تمام، وبنحطها بصحن هيك بالبراد. بدنا نستناها تقريبا شي على ثلث ساعه وربع ساعه بالبراد، بعدين بننزلهم بتجمد مزبوط، بننزلهم بعدين بالمي السخنه مشان نسلقهم، ونسلقهم حوالي 7 دقائق. حنشوفهم طبعا شلون بس لنرجع بالفقره الثانيه. هلا نحن ساويناهم كبكبناهم وظبطناهم، ولا حنشوف شو حنساوي الصلصه كمان.
يسعد صباحكم عن جديد. مثل ما قلنا هلا كبناهم بهالشكل هذا تقريبا، وحنشوف شلون المي عندي عم تغلي هلا على النار، وحنشوف شلون حنبلش نسوي بالصلصه. هلا اول شيء بالصلصه عندنا زيت زيتون، وعندنا توم حوالي شيء 5 سنان أو 6 سنان توم، نقليهم بزيت الزيتون شوي. هلا هيك ونقليهم مشان ياخذ الزيت نكهة التوم، بدنا نقلي شوي صغيرة. بدنا نحن التوم يتقلى مو يسلق سلق بالصوص اللي هلا بنساويه نحن، يعني بنتركه تقريبا مو ليصير لونه ذهبي قبل شوي. هلا عم نقليهم عشان الزيت ياخذ نكهة التوم كلياتها. هلا بنضيف رب البندورة حوالي معلقتين رب البندورة، بالشكل هذا بنقليهم شوي مع الزيت، نحاول قدر المستطاع. وطبعا بدنا نضيف بعدين نحن درس الفليفلة ونقليه معه كمان حوالي كمان معلقتين درس فليفلة. نحن بدنا نسلق هلا بدنا نسلق الكبه اللي سويناها حوالي شيء 7 دقائق او بين ال6 و7 دقائق، وبعدين راسا بنقيمها من المي وراسا بنتركها بالصوص حوالي شيء 5 دقائق وبنقدمها سخنه. هلا حنبلش نحن نضيف البهارات. مثل ما قلنا البهارات عندنا كزبره يابسه، عندنا ملح، عندنا فلفل، وعندنا بابريكا. نحن ضفتهم هلا بهالشكل هذا قبل ما نضيف عصير البندوره اللي ساويناه مشان تاخذ النكهه صوص رب البندوره، ودويس الفليفه ياخذ نكهه البهارات كمان. والزيوت العطريه تبع البهارات تطلع من السخن. هلا هيك تمام صاروا، حنبلش هلا نحن نضيف عصير البندوره. نخلطهم كلهم مع بعض، نتركهم على نار هادية لبين ما يتعقد شوي الصوص وياخذوا النكهات كلياتها مع بعضها. شايفين بلش يتغير لانه لون البندورة بتجي لونها فاتح بس لتنعصر. هلا بتبلش مع رب البندورة وبدبس الفليفلة وياخذ تتغير لونها ويصير لونها على اغمق بالشكل هاد. طبعا الملح نحن بنعدله على هوا رغبة ست البيت دايما، بقولها دايما شلون بتحب الملح ممكن تحط الملح، بس لازم يكون في ملح مشان تعطي تبرز النكهات تبع الاكل لو رشه بسيطه. هلا هيك تمام. هلا بدنا نتركهم بين ما يغلوا. هلا نحن هون عندنا هون المي عم تغلي، نغطيها هيك ونحاول نسقط قطع الكبه يلي ساويناها من اول نار. هلا هيك نحطه. طبعا نحن نسلقهم على دفعات نحن مشان ناخذ كل شيء السلق كلياته يكون ظابط معنا. هلا هيك. هلا بما انه نحن ما رح نقدر، بدها تقريبا شيء 4-5 دقائق لبين ما تغلي وتنسرق معنا الكبه، مثل ما قلنا راسا بنحطهم بنقيمهم من المي بنحطهم بالصوص، بيكون غلى صوص وتعقد وبتصير 4-5 دقائق بالصوص وبتكون جاهزه الاكله، ونشوفها طبعا بالتقديم.
الشكل النهائي، حطيناهم بصوص البندوره، غليناهم تقريبا شي 5 دقائق او 6 دقائق، تغبوا النكهات كلياتها وقدمناها بهالطريقه هاي. وصحتين وهلا. صحوا هلا. شكرا كثير لك يا شيف.